قهوة اللوز الخاصة بالعام الهجري الجديد في مكة والمدينة المنورة، كيتو دايت على طريقتي، كل عام وانتم بخير. على البارد بدي حليب اللوز 1 كوب، ملعقتين كبار كريمة، نصف ملعقة دقيق اللوز، ملعقة كبيرة سكر إريثريتول. أحركهم على البارد بشكل جيد وبعدين على نار متوسطة. لوز مطحون ومكسر 1.5 ملعقة، رشة هيل، وتحريك مستمر تقريبا 10 دقائق وخالصين وصحتين وألف هنا.